ويقول: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هل يشمل الحديث الذين يطوفون بالبيت؟ ما يشمل الذين يطوفون بالبيت، لأنهم في طواف وفي عبادة، ولكن ينصتون للخطبة وهم يطوفون، لا يتكلمون يرفعون أصواتهم والإمام يخطب، لأن الطواف هو الدوران على البيت، وأما الدعاء فهذا سنة، هذا سنة، الدعاء سنة وليس هو من الطواف، وإنما هو سنة من سنن الطواف، فإذا كان يخطب فإنهم يصمتون ويستمعون للخطبة وهم يطوفون. نعم.